السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناة دليل سلوفينيا. أنا على مداخل مدينة بوخين، طبعا أنا قريب من الزيب لاين تبع بوخين. راح أحط معلومات الوصول للزيب لاين تبع بوخين، راح أحطها في وصف الفيديو. توقفت هنا في حقول ومراعي لأبقار رائعة جدا وجميلة جدا، مناظر الجبال والطبيعة والخضار شيء أكثر من رائع. راح احط وصف اللي هي المنطقة هاد، في قريب منها مقهى ومطعم، منطقة جميلة ممكن الواحد يتوقف فيها على الطريق. فان شاء الله بيعجبكم المكان، اتمنى انه تعملوا شير سبسكرايب ولايك. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.